طيب والماتش محمد صلاح، محمد صلاح لان هو جرب محمد علاء في نص الملعب، المهم كان النني محمود علاء بعد ما محمود علاء غزال. طيب استاذن بس حضراتكم، كان في خبر بيتكلم عن رفع الايقاف عن الكابتن جهاد جريشه وعودته للبطوله الافريقيه، هو موجود معنا على التليفون علشان نتكلم معاه بشكل اكبر. يا كابتن جهاد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن وكل مشاهدين قناه النادي الاهلي. طبعا بنبارك لحضرتك على رفع الايقاف وعوده حضرتك للبطوله الافريقيه، لكن عايز اعرف التفاصيل الاخيره اللي حدثت واللي ادت الى رفع الايقاف عن حضرتك ومشاركتك وعودتك الى البطوله الافريقيه من جديد. والله انا احب في الاول احمد ربنا سبحانه وتعالى على اللي حصل، والحمد لله رب العالمين عوده البطوله الحمد لله رب العالمين يعني حق ورجع، وبشكر الباشمهندس هاني ابو ريده بصفه شخصيه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لان الراجل دوت ما سابنيش من يوم 28 من يوم اصدار القرار الوقف لغايه الرفع القرار النهارده. الراجل متواصل معايا على طول في اي مكان هو موجود فيه، الراجل متواصل معايا ومتابع معايا ما تقلقش، واتمرن كويس واستعد للبطوله واحنا وراك والاتحاد المصري كله وراك ما تقلقش، حقك هتاخده لانك انت راجل لك حق وهترجع البطوله وتحكم البطوله. فالراجل بصراحه بشكر شكرا جزيلا. كابتن احمد شوبير برضو ما يعني واقف معايا وقفه غير طبيعيه، برضو كابتن احمد شوبير والنائب رئيس الاتحاد، وبشكر جميع الاعضاء لجنه الناس الاعضاء الاتحاد المصري لكره القدم ومجلس الاداره بالكامل، الناس وقفت معايا وقفه محترمه وقدمت التظلم بتاعي ودفعت الرسوم، والحمد لله رب العالمين النهارده صدر القرار بجبر التظلم ورفع الايقاف والعوده لبطوله كاس افريقيا ان شاء الله. كابتن جاد هرجع بالذاكره ورا شويه وعايز اعرف ايه اللي حصل، وهل حضرتك اتفاجئت بعد القرار اللي صدر، ولا حضرتك كنت متوقع، ولا الموضوع كان فيه يعني شويه يعني تحيز لنادي الترجي او نادي الوداد؟ مش عايز اتكلم على نادي بعينه، لكن هل حضرتك كنت متفاجئ بالقرار وكنت مش مستوعب ايه اللي بيحصل؟ والله يا كابتن هو بعد المباراه الناس كلها كانت بتبارك وبتهني وكلام كويس على الماتش وتحكيم الماتش، والناس كلها سواء مصر خارج مصر او داخل مصر في افريقيا او الناس كلها بتكلم زمايلي حتى الحكام وكده، كان الناس بتبارك على الماتش وتهني على الماتش. اللي حصل بقى التفاصيل بقى انا ماليش فيها وما اعرفش تفاصيلها، وبحترم القرار اللي حصل. التزمت الصمت واتمرنت واشتغلت على نفسي والفتره اللي فاتت التجهيز لكاس الامم، وخلاص الاتحاد المصري ده بيتي تمام، هطلع افريقيا بعد كده بيتي اللي هو طريق للفيفا، فبحترم الجميع وبحترم قرارات الجميع. التزمت الصمت ما علقتش وماليش اي حق ان انا اعلق على اي قرار، وفي نفس الوقت بشتغل باحترافيه بتمرن كويس بجهز نفسي بستعد اللي جاي. بالنسبه لي صفحه واتقفلت. بالنسبه لي الاهم دلوقتي هي بطوله افريقيا اللي ان شاء الله هخش معسكر بكره مع زمايلي الحكام. رد فعل الحكام لما سمعوا الخبر، الحكام من افريقيا اللي موجودين في كاس الامم افريقيا، ان هم مبسوطين ويتقفوا للقرار ومبسوطين بالقرار ومنتظرين ان شاء الله بكره نضم معاهم، فان شاء الله ربنا يكرم. والبطوله دي بالنسبه لي البطوله الخامسه في كاس امم افريقيا، خمس مشاركات في كاس امم افريقيا، اتمنى ان شاء الله تبقى البطوله الافضل والبطوله الاحسن والبطوله الاقوى ليا في المشاركات في امم افريقيا ان شاء الله. كابتن جهاد اخيرا، راي حضرتك في التعديلات القانونيه لقانون كره القدم، راي حضرتك فيها ايه؟ لا هو ما فيش راي، ده تعديلات قانون واحنا ملتزمين بيها كحكام وبننفذ ان شاء الله التعديلات الجديده، وربنا يكرم ان شاء الله. ضربنا عليها في بولندا في كاس العالم للشباب واتنفذت في بولندا كاس العالم للشباب، ان شاء الله تتنفذ ان شاء الله في كاس الامم، وملتزمين بيها كقانون، ودي تعليمات او قوانين تطبق، وان شاء الله كل الناس تبقى ملمه بيها والحكام هتدرب عليها، وربنا يكرم ان شاء الله في البطوله دي. كابتن جهاد مساء الخير ومبروك اولا على رفع الايقاف، وانا شايف ان انت اولا اديت مباراه جيده جدا والناس كلها اشادت بيك في المباراه اللي هم اوقفوك بيها بعديها، الناس كلها كل الاجهزه الاعلام والصحافه وكلهم اشادوا بيك واشادوا بادائك حقيقه، فحته الايقاف دي الحقيقه انت ما كنتش تستاهلها خالص، انما الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ونشكر طبعا الاتحاد المصري ان هو وقف جنبك ان هو رفع الايقاف في مده وجيزه، ودايما كده من نجاح لنجاح ان شاء الله يا كابتن جهاد ان شاء الله بإذن. كابتن جهاد معاك كابتن ابراهيم عبد الصمد طبعا بيسالك. شكرا يا كابتن ابراهيم، والحمد لله رب العالمين الناس كلها كانت متابعه وشايفه، والحمد لله رب العالمين. عايز اقول لك وقف الاتحاد المصري في ظهري وبالذات الباشمهندس هاني ابو ريده، يعني عايز اقول له اشكره شكرا جزيلا، الراجل وقف معايا وقفه غير طبيعيه، وبشكره بصفه شخصيه لان الراجل ده من اقرب الناس لقلب الواحد، واشرف ان انا بس بشتغل في الاتحاد المصري او في التحكيم المصري تحت اشراف رئيس الاتحاد زي الباشمهندس هاني ابو ريده، والراجل بصراحه ما سابنيش لحظه، والراجل طول الوقت متواصل معايا وطول الوقت بيكلمني وليك حق وهتاخده،
وبتنسيب حقك، والراجل ما اتكلمش في الاعلام ولا طلع قال انا بعمل وبسوي. النهارده بصراحه انا لازم اشكره اللي ما اتكلمتش الفتره اللي فاتت، ولا ما تتكلمش وما تصرحش وما تقولش حاجه، انت ليك حق وهتاخده. الحمد لله رب العالمين جالي حقي، وفي الاخر ده اختبار من ربنا يا كابتن، والحمد لله رب العالمين راضي وقانع باللي يجيبه ربنا كله، واللي جاي ان شاء الله احسن من الفتره اللي فاتت. صفحه بالنسبه لي وانطوت، واللي جاي اهم ان شاء الله رب العالمين. كابتن جهاد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وبنبارك لك تاني على رفع الايقاف وعودتك الى البطوله الافريقيه. كابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي، واللي هيشارك ان شاء الله في البطوله الافريقيه في مصر بعد ما تم ايقافه 6 شهور وترفع عنه الايقاف. كابتن فتحي تعالى نتفرج ونتابع كده.